بينما يتنعم النواب بزيادة رواتبهم وامتيازاتهم، يعاني الخريجون من تجاهل حقوقهم. هذا التناقض يكشف عن انقسام عميق بين النخبة الحاكمة والمواطنين الذين يدفعون ثمن سياسات الامتيازات غير العادلة. دني الفلوس اللي زود رواتبه بيهن والتخصيصات المالية يحول ليهن. أنا قانوني صار المفعول لحد الآن، ليش من توصل يم الخريجين يم الناس الفقراء يم هاي العوائل وزاق العوائل؟ لا ما يصير، بس من توصل يمهم لا عادي ويسوتون وبجلسة سرية حتى مو قدام العلن. في شوارع العاصمة تتصاعد صرخات الخريجين ولا سيما الكوادر الطبية المطالبة بحقوقها، لكنها تقابل بقمع شديد. يتم استخدام القوة المفرطة ضد أولئك الذين يناضلون لتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم، وكأن مطالباتهم بالعدالة أصبحت جريمة. ذلك كلهم معدلاتهم 98 و99 صار لهم 18 سنة صار لهم يدرسون وكلهم جامعات حكومية ومع جامعات أهلية دخل بقانون. احنا عندنا قانون 6 لسنة 2000 هو تعيين المجموعة الطبية بكافة الأقسام. هاي ستة تجي تقول لي والله على حسب الاحتياج. اليوم احنا كطبيين كخريجين خريجين من كافة الاختصاص تعرضنا اليوم للقمع على شنو؟ على شيء يعني شيء كفل الدستور إنه اللي هو الحق بالتعيين. وفي ظل هذا الصراع تثار التساؤلات حول اختفاء 18 مليار دينار من الموازنة، بينما يطالب العاملون في المجال الطبي بحقوقهم تزداد الشكوك حول تلاعب في الموازنة الحالية، تاركة المواطنين يتساءلون عن مصير هذه الأموال الضخمة وأين تذهب، بينما يعانون من قلة الدعم والموارد. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.